بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. لقاء من داخل سوق منوف بالصلاة على النبي. لحمة بالحاجة ده؟ لحمة لحمة إن شاء الله. معاك ثلاثة بالصلاة على النبي تفاحات؟ أوزان كام يا عم الحاج كده؟ 280 و220. 80 حد من الأول يا معلم؟ أنا من سمادول. من منوفية بالصلاة على النبي. آه. عامل كام يا معلم كده الأسعار؟ هنا السعر بيتحسب بكام ولا 14 ونص. 14,500؟ آه. سنها ايه؟ دي قفلة على الأول. قفلة على الأول. ودي كسر ستة. ودي كسر ستة. صلى على النبي. سعرات ايه 14,000؟ 14,000 ونص. ودي ب 16,500. صلى على النبي. 14,000 برضه ها؟ لا ده لحم الفاخر ده. لما صلى على النبي. لحم بيسلموه لولاد بشر. صلى على النبي. ودلت كام؟ 16؟ الصراحة. قلت كام يا معلم دي عامله كام؟ دي عامله 16 ونص. 16 ونص. سعر قايم بيعمل كام هنا؟ قايم بيتحسب بكام؟ سعر قايم احسبها بقى في 48. 48؟ بس صار الشغل. الصلاة على النبي. ليه بقى؟ فين اللي معاك يا حاج التاني؟ انت يا شاب القمر. ها؟ ايه؟ واحنا معانا اثنين براحتك. اسف. فين التالتة يا حاج؟ اقعد بعد اذنك يا باشا. التالتة دي؟ اه ب 16,000. 16,000. وزنها كام دي رقلة؟ ايوه يا معلم. 22 كيلو. تعالى تعالى تعالى. الصلاة على النبي. اهي تعالى. علي على الفلاحة. الصلاة على النبي. تعالى. وانت بتخشني ليه؟ رقم تليفونك كام يا حاج؟ رقم تليفون حضرتك 0100 37 92 7 07. بالصلاة على النبي. معنا برضه بتصلى على النبي. مال ده عار ده. حي على الفلاح اهي. اللهم صل على النبي. حي مش مي. بالصلاة على النبي. ب 20,000. سنها يا معلم؟ لبنية على أولاني. طب افتح كده. اهي. بالصلاة على النبي. على أولاني. بالصلاة على النبي. ترجع قوي. 280 كيلو. شوف السام. وزنها كام يا معلم دي؟ 280 وكام؟ 280 لحم. 280 لحم في صافي بس. صافي لحم. 280 لحم صافي لحم على. عامله كام دي يا معلم؟ عامله 22,000. 22,000 بالصلاة على النبي. قايم بيحسب بتحسب كام هنا؟ 45 للقفل. 45 بالصلاة على النبي. عنوس عنوس. الصلاة على النبي برضه. انا اللهم صل على النبي برضه. عرض ده فيها لبن دي يا معلم؟ خمسة وخمسة؟ عاملة كام بقى عملت اللي دي؟ 18,100. يا كداب بما يرضي الله. اقول الاسعار حقيقية. 18,000 بتطلع كده. الصلاة على النبي. وزنها كام دي يا معلم؟ وزنها 220 كيلو. 220 كيلو؟ دي 220 كيلو؟ قول لي بقى عليك. تعالى بس. هو كده بيضحك. بص حضرتك انا هنزلهم الناس تضحك عليهم. اه بص انت كنت جباني. الناس كده تضحك عليكم. مرحبا بيكم. لا والله انا بقى أنا انت كده بتضحك على الناس. انت بتضحك على نفسك على فكره. انت كده بتضحك على نفسك. اما تقعد تقول ده 200 دي مش شكل اصلا. واحده تجيب 280 كيلو يا باشا. ما انا عارف. انا مش بشتري يا باشا. مش قلت لي تعالى صور؟ انا بصورك. اما بقى انا لازم والله لازم انزل الفيديو ده. التاجر الامين ده والله الفيديو ده لازم ينزل.